الحكيم الأبيض يقتل ليش تطرشه صرت بفنية إبداع محرف وصر إنها مضطرة والدليل تبتدي الشارع واخترها من طيشه البابا حضر كنه نامه أجدع ذكر فر قدامه راكب ساحته وعم مجاله قدم له العدو استسلمه البابا حضر كنه نامه نزلت مع تمساح لقيت نفسي مرتاح قلتله يا مان ما تيجي نلعب طاولة لعبنا الطاولة بصينا لقيناها فراولة قلت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده نزلت مع تمساح لقيت نفسي مرتاح قلتله يا مان تعالى نروح نلعب طاولة لعبنا الطاولة بصينا لقيناها فراولة قلت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده دايما للشر عطشان يا تروح زي اللي قبلك يا تعيش في الغابة يلا زي طرزان لا لا كده تهزم لا لا هحاول بالأول لا لا هحطك على الهولد وقت بس قمت بس أعلى بالفولد لا لا كده تعلم لا لا ومنك فهم لا لا هغير الشر الخير هيتصرف ربك هيعوض يا عزيز اليوم كنت كريزي ناوي اطبل من صرت عزيزي انا مشغول طول الاسبوع منتظر الويكند من الاحد الى الربوع علموني شو الخطوات